اهلا بكل مشاهدينا اللي انضموا لنا من جديد. معنا دلوقتي مع موجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. لاعبي النادي الاهلي ادوا تدريبات على ملعب التتش استعدادا لمباراه ايسترن كومباني اللي هتتلعب بكره على استاد المقاولين العرب ضمن منافسات الجوله 31 في بطوله الدوري الممتاز. ريكاردو سواريش المدير الفني للاهلي عمل محاضره نظريه جوه الملعب، وبعد المحاضره مجموعه من اللاعبين ادوا تدريبات استشفائيه، وده بالاضافه لفقرات بدنيه وتدريبات بالكوره. ومنتخب مصر الأول بقيادة روي فيتوريا اقترب من مواجهة الأرجنتين وديا في شهر أكتوبر اللي جاي، بعد تلقي اتحاد الكرة عرض لمواجهة المنتخب الأرجنتيني في إطار استعداداتهم لبطولة كأس العالم 2022. والبرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي اجتمع مع عصام الحضري ووائل رياض بعد اعتماد الاتحاد المصري لكرة القدم تعيينهم رسميا في جهازه الفني. والمسؤولين في هيئة استاد القاهرة طلبوا من اتحاد الكرة إنهاء المباريات اللي هيتم إقامتها على ملعب الاستاد بشكل مبكر، وده تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء. استاد القاهرة بعت خطاب رسمي لاتحاد الكرة بيطلب فيه إن المباريات تخلص قبل الساعة 10 بالليل عشان يتم إخلاء الاستاد ومغادرة الفرق قبل الساعة 11 بالليل، وده لتطبيق قرار ترشيد الاستهلاك. وفريق أتلتيكو مدريد حقق فوز سهل على فريق ختافي بنتيجة 3-1 في المباراة اللي جمعتهم ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات الدوري الإسباني. سجل الإسباني الفارو موراتا الهدفين لصالح أتلتيكو مدريد في الدقائق 15 و59، بعد كده أضاف النجم الفرنسي أنطوان جريزمان الهدف الثالث في الدقيقة 75 من المباراة. وفريق ليفربول المحترف في صفوفه النجم المصري محمد صلاح اتعادل بنتيجة 1-1 مع فريق كريستال بالاس في المواجهة اللي أقيمت بينهم على ملعب أنفيلد في ختام منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل ويلز فريد زاها هدف التقدم لصالح فريق كريستال بالاس في الدقيقة 32 من المباراة، ونجح لويس دياز في تسجيل هدف التعادل لصالح ليفربول في الدقيقة 61 من المباراة. أخبارنا الرياضية خلصت، خلينا نرجع تاني لهدير والمصطفى نكمل باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا منى.